سلام سلام تو الموند، شوفوا في لا فيديو تاع اليوم حنا نهضروا على كل ما يخص اختبار اللغة الفرنسية للسنة الثالثة، مهم جدا يعني، راح يكون على طريقتين، دو ميثود ولا دو بوسيبيليتي، تبعوا معايا وشنو هم. اي فوالا، دونك يقدر يكون لي رقم واحد مجموعة من التمارين، وهذا وقتاش يكون غير في الاختبار الأول تاع اللغة الفرنسية، كيما يقدر يكون لا دوزيام بوسيبيليتي ان تيكست بلوس دي كيستيون، يعني النص زائد الأسئلة تاعو. دونك حنا راح نشوفو نبداو مجموعة من التمارين، ان انسومبل داكتيفيتي، يلاه تبعو معايا. ان انسومبل داكتيفيتي واش معناها؟ معناتها مجموعة من التمارين، 1 2 3 4 5 اكتيفيتي، يقدروا يلحقوا حتى 5 6 على حسب لا كومبلكسيتي تاعهم، يعني اسكو معقدين ماشي معقدين. دونك يعني هما كي نقولوا معقدين ماشي معناتها معقدين اللي بالنسبه لينا، مي على حسب النيفو تاعهم بيان سور. دونك سوجي دائما دائما لي كريتير تاع السوجي تاع ليكزامان هو يكون متوسط، سوجي تاع ليكزامان لازم يكون في متناول هذاك التلميذ المتوسط، يعني ماشي في متناول لي الممتاز، السوجي يندال على حسب التلميذ المتوسط. دونك شوفوا هنايا قلنا مجموعه من لي زاكتيفيتي راح نشوفوهم مع بعض. فوالا، حاولك التمرين الاول اللي نقترحه عليكم هو، شوفوا هنايا تبعوني هنايا، اكتيفيتي ان جو كونت، معناتها احسب. واش راح نحسب؟ نحسب هنايا ريغاردي لي مو، هنا عطالي كلمات وهنا كتب لي في، هنا كتب لي سي او كو، معناتها فوايل كونسون، راح نحسب لي فوايل شحال فيه هاد الكلمه، نكتب هنا نحسب لي كونسون اللي نلقاهم نكتبهم هنايا. يلا نديروهم كيف كيف، نروحوا لهاد المثال، الكلمه الاولى تابل، حنا شفنا لي فوايل وشنو هما، ا او اي او اي كغيك 6. دونك شوفوا هنا هاوليك ا او اي، هادو هما لي باردون ا او او هما لي فوايل، شحال لقينا؟ لقينا زوج. دونك نكتبو هاوليك شحال نكتب، نكتب دو دو فوايل. نروح دوكا لي كونسون، لي كونسون شحال عندي؟ عندي تي وعندي البي وعندي الال، دونك 3، نحسب شحال ندير 3، هاني كملت نحسب. دونك لازم 2 بلس 3 يعطيني 5، هما عدد تاع هادو، دونك 1 2 3 4 اي 5. فوالا، دونك نروح للتمرين الثاني، راكم فهمتوني نورمالمون كيفاه. دونك راح نوريكم في هاد لا فيديو غير نوع الاسئله، يعني نوع التمارين، ابخي اللي يحب التمارين يلقاهم في لاشين ان شاء الله. داكوغ، نروحوا للتمرين الثاني. اي فوالا، هاني جيت مع التمرين الثاني. واش يقول لي؟ جونتور لي برينون، دونك اكتيفيتي دو، جونتور لي برينون، يعني احوط ندور على لي برينون، عندي كلمات واللي هما اسماء ندور عليهم. داكوغ، هذا سؤال يقدر يطيح ثاني في ليكزامان، دونك الحل تاعو راهو ان شاء الله تلقاوه في لاشين. التمرين الثالث يقدر يقول لي je colorie toutes les voyelles، دونك هاوليك شوفوا يعطيني الالفابي مجموعه من الحروف ويقول لي لون كامل لي فوايل. التمرين الرابع يقدر يعطي لي هكذا، جو هكذايا صور ويقول لي je coche، يعني ندير علامه في هاد الدوائر، سي جونتون ان سون بريسي، يعني كي اذا سمعت هذاك الحرف ندير علامه فيه في هذوما الدوائر. يقدر يعطيني تمرين هكذا ويقول لي اربط، نكونوا كلمات نكونوا شفناهم ديجا. هاوليك هنا تاني تشوفوا في الان جو كونت لي ام، احسب لي ام، هاوليك شوفوا عطاني هادو الحروف، تخلص هنايا نكتب شحال كاين من ام، هنا جو كونت لي ان، هام ليك الحروف وهنا نكتب شحال كاين من ان. هنايا جو كومبليت افيك ما ني مي نا، يعني دي سيلاب، شوفوا كلمات هام ليك هكذا يبانو احسن. دونك جو كومبليت افيك ما ني مي نا، يعطيني كلمات
يخصوهم هاد لي سيلاب وانا نحطهم في هادوك نقاطي. هاوليك تمرين واحد اخر يقول لي جو غولي لي ميم مو، يعني نربط الكلمات. شوفوا هنا عطاهم لي ماجيسكول سكريبت مينيسكول سكريبت اي فوالا فوالا. دونك هنايا هامليك ونربط كل كلمه اللي مع اللي تتشبه لها. هنا شوفوا قال لي جونتور لو مو ايليا او ايليا دي او لا تي، دونك صافي الكلمه اللي فيها هاد الحرف اللي قاله لي ندور عليها. هنايا هامليك هنا كلمات بالرسومات تاعهم يخصوهم دي سيلاب، ها معطاهم لي هنايا قال لي ديرهم في الفيد هذاك. هنا شوفوا هاد التابلو قال لي كومبليت لو تابلو. هنا شوفوا مدلي منا الحروف دي كونسون، هامليك منا دي كونسون ومنا دي فوايل، ويقول لي هنا دير لي لي سيلاب، لي سيلاب اللي يخرجوا لي. كي ندير تي مع ال باردون دي مع الاو واش يدير لي نديرو هنا تي كيف كيف داكور. دونك هاي ليك اي فوالا. دونك تمارين بزاف بزاف كون بقى نوري لكم ما يخلصوش لي موديل، ونروحو ديريكتومون للطريقة الثانية ولا لا دوزيام بوسيبيليتي اللي هي نص زائد اسئلة عن تكست بلس دي كاست. فوالا هنا شوفوا راح نوريكم برك لا فورم. هاد السوجي ما راهوش البرومي تريمستر دونك ماشي تاع هاد العام، دونك كنت دايرته ديجا. هنا راح نوريكم برك لا فورم يعني كيفاش راح يكون. شوفوا هنايا راح يعطوني ان تكست نص فيه واحد سطر زوج ماكسيموم ولا دو فراز فوالا. من بعد يجوني لي كيستيون. هنا لي كيستيون هاملك شوفوا كاين زوج مراحل، كاين هادي لا برودكسيون اكريت هي المرحله الثانيه، والمرحله الاولى هي كومبريونسيون دو ليكري اللي هي فهم النص. دونك هنايا واش راح ندير، نروحو للتابلو باش نفهمو تري بيان. فوالا راني وليت عندكم هنايا في الاسئله تاوعي دونك لي كيستيون داكور. لي كيستيون تاعي كيفاش راح يكونوا، قلت لكم مقسمين لزوج زوج اقسام قسمين. دونك وشنو في القسم الاول فيه لي كيستيون الاسئله على التكست هذاك على النص داكور، على النص يعني كاين على المعنى، كاين اللي يقدر يقول لي يعطيني اقتراحات يقول لي خير لو تيتر تاع لو تكست العنوان، يقدر يعطيني فغي او فو صحيح او خطا، يجبد لي جمله ويقول لي صحيح او خطا. وهنايا يقدر يعطيني التمارينات، شتو التمارينات اللي شفناهم قبيله هادو كامل يقدروا يطيحوا هنايا واحد ثلاثة ولا أربعة تمارينات هنايا. ابخي نروحوا للمرحله الاخيره اللي هي الثانيه، هي التعبير كتابي برودكسيون اكريت اللي هي يقوش راح يديرنا في الفصل الاول هذا يقدر يكتب اسمو. هنا راح يكتب اسمو جو مابيل ويكتب اسمو لا هو هنايا. دونك سي تري امبورطون تعلموا لولادكم اسمهم كيما يتكتب في الليفري اتفامي. دونك اللي حب التمارينات هادوك كامل الحلول تاعهم يلقاهم في لاشين ان شاء الله، ومراجعات وكامل باذن الله. تلقاوكم تما، ما تنساوش تدعمونا وديروا لايك يعني جام وتبارطاجيو وتشتركوا في القناه. سلام.